حقيقة الخبر التالي هو خبر مش عايزة أسميه هو خبر سياسي، ولكنه خبر مهم، خبر مهم لأنه الشخص اللي هنتحدث عليه عاش من العمر في من عمره 100 عام أكثرها بين السياسة والدبلوماسية. هو الحقيقة يعني نتكلم عن وفاة عملاق الدبلوماسية الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، واللي مات عن عام يعني عن 100 عام الحقيقة الأربعاء. طبعا بحسب يعني ما كتب وأعلنت المؤسسة الخاصة الاستشارية في بيان عن آل كيسنجر، إنه الحقيقة هو كوزير خارجية وعمل فترات طويلة منها في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وعمل معاهم هما الاثنين، وأدى كمان دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة. توفي اليوم في منزله طبعا. وكمان خليني أقول لحضراتكم أنه هو كمان كان ليه الحقيقة باع كبير جدا في الحرب ما بين مصر وإسرائيل وكثير من المراحل اللي مرت يعني عليها البلاد. ويمكن من شهور قليلة كان كيسنجر يقوم بأنشطة سياسية، وكان الجميع الحقيقة لا يصدق هذا النشاط الكثير واجتماعات بالبيت الأبيض والكونغرس، وأيضا كان يدلي بشهادته حول كوريا الشمالية. وفي شهر يوليو الماضي كمان قام بزيارة الصين والتقى بالرئيس الصيني هناك. وطبعا مجهود كبير كان يبذله طول الوقت هنري كيسنجر. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل عن 100 عام اللي معظمها كان ما بين السياسة والدبلوماسية، وأيضا تنقل في عهدي رئيسين مهمين في الولايات المتحدة الأمريكية. الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية يطلعنا على تفاصيل أكثر. مساء الخير كاتبنا الصحفي أحمد ناجي أمحى. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بشرفك. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. يعني خلينا نقول أنه وفاة هنري كيسنجر هو أكبر سياسي عمل في هذه الفترة، يعني مراحل كثيرة ما بين يعني الدبلوماسية الأمريكية مع يعني دول العالم تقريبا بأكمله. هنري كيسنجر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لمن يدورون في فلك علم العلاقات الدولية الأمريكي هو الأيدل أو الأيدل، النموذج البراق جدا للدبلوماسي الوفي الحريص على وطنه. بس علشان نعرف هنري كيسنجر كويس، هنري كيسنجر من مواليد ألمانيا، ومن بدايات النازحين من ألمانيا لعائلة يهودية نزح في الأول إلى ألمانيا أي إلى إنجلترا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، ودرس هناك في أعرق الجامعات الأمريكية المتخصصة في العلاقات الدولية، درس في هارفارد. وهنري كيسنجر خدم في الجيش الأمريكي، وهنري كيسنجر خدم في الاستخبارات الأمريكية، ومنها بعدها انتقل إلى التعليم العالي، حصل على الماجستير وحصل على الدكتوراه. هنري كيسنجر عنده محطات مهمة جدا في حياته، أبرزها التعامل مع الاتحاد السوفيتي والصين، وكيف لعب دورا مؤثرا في الفترة اللي حضرتك ذكرتيها في إحداث تقارب وانفتاح في العلاقات الأمريكية مع الصين والاتحاد السوفيتي في هذا التوقيت. هنري كيسنجر أيضا شغل منصب مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية حتى فضيحة ووترجيت، لما حصلت تقاعد او تنازل او تخارج من منصب المستشار الامن القومي وظل وزيرا للخارجيه لغايه. ويمكن هو هنا هو الشخص الوحيد اللي شغل المنصبين دول، يعني عاده يبقى في منصب الخارجيه او منصب المستشار الامني، هو الشخص الوحيد اللي جمع بين المنصبين، وكان اول مجنس بالمناسبه يتولى المنصبين. الأهم في الفترة دي واللي احنا بنتكلم عليها فترة الصراع العربي الإسرائيلي، الناس كلها بتتحدث عن الدور المكوكي لهنري كيسنجر في وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق الهدنة، ومن ثم وصفه البعض بمهندس عملية السلام المصرية الإسرائيلية. صحيح. بس لازم برضو نقف عند التاريخ ونقف عند حرب أكتوبر وعظمة حرب أكتوبر، ونقول ان هنري كيسنجر كان من اهم الادوات اللي الدوله المصريه استخدمتها في خطه الخداع الاستراتيجي، بمعنى انه يوم اندلاع المعارك الحربيه يوم 6 اكتوبر العظيم كان هناك لقاء يجمع بين وزير الخارجيه المصري في هذا التوقيت محمد زياد
معالي وزير الخارجيه في هذا التوقيت، وهنري كيسنجر باعتباره وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه، وفي هذا التوقيت تواترت انباء اندلاع القتال. يعني تخيلي طبعا قدره يعني الدوله المصريه، قدره الدوله المصريه انها تعمل هذا الخداع على 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 يعني على قمه سياسيه كبيره يعني. بالظبط، وده هو نفسه تحدث عنه في فتره لاحقه، وتحدث ان هو عندما بدات اعمال الاجتماع وتوترت الانباء، وكانت مصر تضغط في هذا التوقيت من اجل وساطه عادله من الولايات المتحده الامريكيه بشان استرجاع الحقوق المسلوبه للشعوب العربيه وللشعب المصري وتحرير اراضيه. صحيح. وهنري كيسنجر قال انه قال في هذا الاجتماع: كيف تبداون اجتماع من هذا النوع وقواتكم قد بدات القتال في هذا التوقيت؟ هنري كيسنجر تميز طول حياته بالواقعيه. يمكن احنا دايما في العلاقات الدوليه بنتحدث عن نظريات العلاقات الدوليه وبنتحدث عن النظريه الواقعيه في العلاقات الدوليه. هنري كيسنجر كان من اكثر المؤمنين او النماذج التي طبقت النظريه على الارض، وكان يؤمن بالقوه، وكانت له رؤى دائما تبحث عن المصلحة الوطنية الأمريكية حتى دون مراعاة مصالح أي طرف من الأطراف. صحيح. الأخرى الأحداث الكبيرة على مستوى العالم حتى بعد أن تقاعد هنري كيسنجر من منصبه بتدل على تدخلاته القاسية من ناحية الشعوب والدول التي تعاملت مع إفرازات السياسة الخارجية الأمريكية، لكنها كانت من وجهة نظر الأمريكيين ومن يدورون في فلك علم العلاقات الدولية من منظور أمريكي أنه كان النموذج لهم وأنه حقق المصلحة والأهداف الأمريكية. صحيح صحيح. طيب خليني يعني خليني كده ألعب معاك دور الذكاء الاصطناعي. يعني نتخيل لو كان هذا السؤال نطرحه على الذكاء الاصطناعي، بس حضرتك هتجيب هذا السؤال. فخليني كده أقول، يعني لو هنري كيسنجر موجود على يعني رئاسة كوزير خارجية أمريكي هذه الأيام في هذه الأوضاع الخاصة بقطاع غزة والصراع اللي موجود، كيف كان سيتصرف؟ لا أتصور أنه كان سيدور في خارج فلك الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية يعني كان سيأتي ضمن الطابور الذي نشاهده أو شاهدناه يعني في أصل هذه الإدارة الأمريكية لهذا الصراع لها عدة أبعاد. البعد الاستراتيجي المرتبط بأهداف الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية، وهذا البعد تتوافق عليه الإدارات الأمريكية مختلف، لأن هذه الإدارات لديها رؤية خاصة لإسرائيل، وهذه الإدارات تعتبر أنها الوريث الشرعي لمشروع الاستعمار القديم في رعاية دولة إسرائيل في قلب المنطقة العربية بهدف تحقيق أبعد من خلق كيان لدولة احتلال. هنري كيسنجر كان في حرب 73 هو مهندس عملية الجسر الجوي الأمريكي لإنقاذ إسرائيل، كما وصفها في هذا التوقيت من كارثة كانت تحل بدولة إسرائيل. إذن هنري كيسنجر لما بيجي يتعامل مع هذه الأمور له وجهة نظر فيما يتعلق بحركات المقاومة أيا كان هنصنفها بقى إسلامية غير إسلامية، وله مواقف شبيهة إبان إدارة العلاقات مع أمريكا اللاتينية. صحيح. لم يكن سيبتعد كثيرا عن المنهج الأمريكي في التعاطي مع الأزمة، وكان سيأخذ مواقف أكثر براغماتية وفقا لمنطلقات طبقا للمصالح الأمريكية أكثر، يعني وفقا لمنطلقات النظرية يعني النظرية الواقعية في إدارة السياسة الخارجية. لكن هيظل هنري كيسنجر قد قام بمراجعات مهمة في سنواته الأخيرة، غير كثيرا من الأفكار التي كان يرددها في بدايات حياته، لكنه ظل وفيا لما صنعه على مدار التاريخ. أكيد. يعني وفيا لان هو مؤسس او مهندس الانفتاح مع الصين مع الاتحاد السوفيتي وروسيا. صحيح. الان هو يعتبر من اوائل الناس اللي رسموا خطط هذا الانفتاح. لكن فيما يخص القضيه الفلسطينيه بالتحديد، مؤكد انه لم يكن ليخرج عن الاطار الذي تتعامل معه الولايات المتحده الامريكيه يعني مع الازمه، خصوصا ان هو قريب، يعني هو اكثر اقترابا من الدائره الامريكيه الخاصه بالإدارة الأمريكية الحالية، إدارة جو بايدن. إدارة صحيح. جو بايدن تعتمد على هنري كيسنجر كاستشاري
كبير له. هنري كيسنجر طب هل يعني علشان بس يعني الناس برضو بتستغرب شويه، يعني وجود هنري كيسنجر من شهور في الصين وزيارات يعني بقامه رئيس الصين، هل هذه الزيارات زيارات صديقه، زيارات مبنيه على استشارات؟ يعني كيف كان يتم الاستعانه به في مثل هذه السن ايضا؟ استاذ شفكي، لازم واحنا بنقيم ده نقيم احنا بنبص له من اي منظور، من منظور الولايات المتحده الامريكيه جرى استياء في الاداره الامريكيه من انه كيف يذهب وكيف يتعاون وكيف يلتقي مع اكبر راس في جمهوريه الصين الشعبيه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وكيف يتبنى مواقف اكثر اقترابا من كوريا الشماليه. الاداره الامريكيه بتقول ده، بس لما نرجع لبدايات عمل هنري كيسنجر، وعلشان الناس تبقى فاهمه انه ارتبط بال الجيش الامريكي، انه ارتبط بالاستخبارات الامريكيه، انه خدم لتحقيق الاهداف الامريكيه على طول الخط، ما نقدرش نتفهم كثيرا هذه يعني المقولات التي تتردد في الداخل الامريكي. ولكن له وظائف استطلاعيه، وظائف للتباحث بشان أو القضايا، او كانت وظائف استشاريه بحكم خبرته الطويله يعني في مجال الدبلوماسيه الامريكيه. وتوظيف هذه الخبره التاريخيه وهذه الخبره في التعامل مع الأنظمة التي تعلنها الولايات المتحدة مباشرة أنظمة عدائية، يعني صحيح. خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى مجموعة دول كانت بتصنفها في وقت من التوقيت دول الشر ودول محور الشر، تراجع هذا المسمى في هذا التوقيت، ولكن لم تتراجع السياسات الأمريكية عن رفع شعارات العداء لدول بعينها كالصين، ككوريا الشمالية، كروسيا، وتطبق على الأرض كثير من السياسات اللي بتعبر عن هذا العداء التاريخي الممتد عبر فترة طويلة من الزمن. وبالتالي لو احنا بنبص لها من منظورنا احنا، هو يبحث عن تحقيق المصالح الأمريكية، هو يحاول أكيد. وهنا هو أيضا ينظر بأنه يرسل قامة وقيمة من التاريخ، يعني اسم هنري كيسنجر يعني قامة وقيمة من التاريخ. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وعلى يعني هذا التحليل، وأيضا عن وفاة هنري كيسنجر، وطبعا يعني سنوات طويلة من السياسة والعمل في السياسة والدبلوماسية الأمريكية طول الوقت. أعتقد أنه هيكون في كتير من الوقفات وكتير من الكتب اللي هتتكتب عن المرحلة اللي كان موجود فيها، وبالتالي كان في أيضا كثير من الكتب اللي كتبت أيضا عنه كثيرا.